لم نجد هنالك مواضيع إصلاحية في مثال اليوم أهل المنقف. أهل المنقف منطقة أن لها 50 سنة موجودة سويتوا لها، وهي نموذج من النماذج. وأيضا في موضوع المقاولين اللي قاعد يشتغلون في البلد سويتوا لهم. الوزير السابق، وزير أحد الوزراء السابقين، كان هو مجرد موظف يعني عند هذا المقاول الكبير، ويدق عليه ويقول له طيح الغرامات، مشي الكذا، سوي الكذا، ويقول حاضر طال عمرك. وبالتالي هذا واقع أليم. احنا الحين نقول بأن النواب خلال هذه الفترة المفروض انتهت، المفروض أن الحكومة نرى منها إجراءات واضحة وصريحة للإصلاح في مواجهة الفساد. إذا عاجزين نقول لهم روحوا وخلي يجي غيركم يقدر يصلح الوضع. حنا قضيتنا مو قضية أشخاص بالأساس، هي قضية نهج. هذا الشخص اتخذ نهجا سيئا اللي قبله فطالبنا برحيله. وكذلك إن أتى شخص أيضا عاجز، وإن كان يعني نوايا طيبة، لكن النوايا لا تكفي بدون يعني إجراء عملي على أرض الواقع. مرسوم العفو طلع، القرار مجلس الوزراء والمرسوم طلع، لكن العفو وينه؟ وين العفو؟ هني الكلام نقول لذلك حنا نقول إذا أنت عاجز عن إصدار المراسيم المستحقة اللي يطالب فيها الشعب الكويتي، يا أخي يرحل. قول أنا عاجز ما أقدر يا شعب الكويت، أعتذر عن هذا المنصب وامشي. اللي عرفه أن مرسوم العفو جاهز والكشوفات جاهزة، لكنها معطلة، وأنا ندري إيش معطل. المرسوم حدد جرائم معينة بأرقام معينة، مواد معينة، وبالتالي هذا قبيلة شمر. مفروض الآن يعني موضوع السوار الإلكتروني هو إجراء قانوني مستحق لهم الحق فيه. سوار الإلكتروني قلنا والله طلع وبعدين تعطل، ليش تعطل؟ ما هو إجراء قانوني رسمي. ليش ابو عذبي وقبيله شمر كلهم الان الى الان بالسجن؟ بعضهم فيهم كبار السن، وبعضهم يعني عنده عوائل وعنده اهل، وعلى قضيه يعني لا تستحق هذه العقوبه الكبيره هذه. بينما نشوف غيرهم ما اخذوا هذه العقوبه. والسوار الالكتروني هذا وفق القانون للذي عقوبته اقل، يعني ليست جنايه، والسابقه الاولى يوضع للسوار الالكتروني.